يا اهلا بحضراتكم مره اخرى في هذه الفقره. يشرفني اثنين من نجوم الكره المصريه الكبار، الكابتن الكبير كابتن هشام حنفي. يا كابتن هشام صباح الفل، مشرف ومنور. صباح الفل عليك يا كيكو، اخبارك فعلا ايه؟ فعلا حبيبي وصاحبي ويعني ببقى مبسوط جدا جدا وانا معاك. والله بتشرف. كل سنه وانت طيب موجود. وسنه طيب سعيده عليك وعلى الكل اللي بيتابعوك حبيبي. وطبعا اكيد بتشرف دايما لما يكون معايا جمال. بصراحه طبعا الكابتن الكبير كابتن حبيبي. جمال حمزه. يا كابتن جمال مشرف ومنور، وحشني جدا. حبيبي يا كيمو، انت اللي منور وحشني جدا. زي ما قال كابتن هشام كده، والله بنبقى سعداء جدا ان احنا معاك. كل سنه طيبين. كل سنه طيب كابتن هشام. طيب كابتن جمال ان شاء الله تبقى سنه سعيده علينا يا رب. يا رب سنه سعيده بقى كابتن هشام مع منتخب مصر. ان شاء الله هتبقى سنه سعيده. وانا قبل كده فاكر اتكلمت معاك في التليفون وقلت لك احنا لازم نقف مع الراجل. صح. ايام الكاس العرب. صح. قلت لك لازم نقف في الفتره دي ان احنا نساند وعلى طول بنبقى داعمين بقوه. بس مش عايزين استنفار من الشارع الرياضي كله. احنا عايزين يبقى فيه برضو ان الراجل يحس بالناس ويحس بال ان يعني الناس بتحب الكوره بجد وبتحب بلدها اكتر. صح. يعني الموضوع دلوقتي مش نادي، موضوع بلد. انت بتتكلم في مصر وحجمها في قاره افريقيا كبيره جدا جدا. فهو لازم يتعامل من هذا الاساس يا كريم. يعني لما النهارده تخسر وتلاقي رد فعل من الجمهور، ما ينفعش تروح للجمهور بنفسك. صح. وتقول لهم. صح. وتعالى انزل مكاني. لا ما ينفعش. انت المفروض الحاجات دي الواحد كان بيستحي وبيدخل من تحت المدرج كده عشان يدخل اوضه اللبس من غير ما ده. انت كمان الجماهير دي مش بتاعت زمان. اللي هو بقى راعد لك في مدرج وسب وقصف واغاني بتتغنى بالشتايم يعني. صح. فالنهارده لا كان لازم يوم بعد المباراه هو بيقول للراجل تعالى درب انت او تعالى. كنت عايز اقول ما هو اللي هيدرب يعني لو اي حد نزل من الجماهير درب كانش هيعمل اللي عمله كيروش في مباراه نيجيريا يعني. على الاقل هيقول تشكيل صح. بالظبط. بغض النظر عن الاداره الفنيه. طبعًا. طبعا يعني انا هتفق معاك مليون في المية. اي حد هينزل هو وقاعد بره هيقول لك بص التشكيل بتاعي اهو. مظبوط. لكن انت دايما يعني بص يا كريم وجمال يعني هو نجم كبير جدا وهيتفق معايا وشغال في التدريب وعارف انا ممكن ابدا غلط. ممكن ابدا انا بوجهه نظري احط تشكيل وجمال يحط تشكيل وانت حضرتك تحط تشكيل. طبعًا. انا حر طبعًا. ان انا اعمل كده. بس في نفس الوقت لما تحس ان في غلط عدل. صح. يعني ما ينفعش تقول لي مصطفى محمد يلعب وينج رايت. كانت ظريفه قوي زي كابتن مصطفى عبده زمان وكابتن طارق يحيى على الشمال. ماشي الطريقه رجعت تاني بس ما ينفعش مصطفى محمد يبقى في الحته دي. صح. صلاح يلعب راس حربه ممكن. صح. يلعب شريف ممكن يلعب مكان مصطفى محمد تعدي رغم ان هي على مضض بس مش يمين. تعدي شمال اكتر. يعني ماشي وهنفهمك ان انت مقتنع بيك جناح فحطيته يمين او شمال. ماشي مقتنعين. هنفهمك مش لكن هنفهمك. ما ينفعش تحط وتريزيجيه ما ينفعش يبقى ناحيه اليمين. هو لعب في بداياته ناحيه اليمين. لكن في النهايه اعدل الملعب. لو عدلت الملعب كان ممكن يبقى لينا شكل احسن من كده. صحيح. الامور تحسنت شويه يا كابتن جمال ولا لسه ما تحسنتش؟ لا ما تحسنتش طبعا خالص. حتى لو هو بدا يحط الامور في طبيعتها يعني اللاعبين في احنا ما ينفع احنا لو بنتكلم في كده يبقى احنا كده بنهزر. صح. يعني لو احنا بنقول ان ده الراجل والله عمل حاجه جميله انه لعب محمد صلاح ناحيه اليمين. ايوه عشان كريم ممكن يعمل كده. ده احنا بنهزر. لا بقول لك يعني. بقول لك انا ممكن اعمل كده. ولو سيبنا المنتخب من يعني للعيبه اللعيبه يعني طبيعي هتقعد تسمع محمد صلاح. لا بقول لك مشجعين كمان هيحط مصطفى محمد فرويد عادي جدا. انا احط واحد زي رمضان او مرموش او تريزيجي ناحيه الشمال اللي هو عدلتهم. صح. فكون ان هو بيعمل الطبيعي ده مش هو ده الانجاز. بس هي اللي بيتكلم فيه كابتن هشام يعني نقاط مهمه جدا. اول نقطه اللي هي ان الراجل المفروض بكم الخبرات اللي عنده دي المفروض انه يعني ما ينفعش ان انا اروح اتعامل مع الجمهور خصوصا وانت خسران كمان. ف ده دليل ان هو ممكن لسه غصب عنه مش قادر يعرف حجم مصر داخل قاره افريقيا وداخل البطوله دي تحديدا. لان البطوله دي بتاعتنا يعني تاريخ وجغرافيا وارقام وكل حاجه لمصر. ف يعني شايف ان هو كان خارج برضو الكلام اللي هو بيقوله بعد مباراه نيجيريا تحديدا انه يعني ايه ما يتغلبنا 1-0 وكان لينا ضربه جزاء وكنا ممكن نرجع في المباراه في التعادل. كنا ممكن نتغلب 4. فهو يعني مش شايف النقطه دي. يعني هو مش شايف دي. فهل هو مش شايف ولا هل هو يعني ده الكلام يعني بتاع الاعلام بس ولا ده الكلام اللي مع اللعيبه؟ في حاجات واضحه لنا مليون في الميه. وانت مغمض كده تعرف ان كيروش ما بيتعاملش مع الجهاز المصري. وانت مغمض لازم يعني كل الناس عارفه وكل الناس شايفه النقطه دي. ودي نقطه في منتهى الخطوره. ما هو انا يعني معين ليه جهاز مصري
عشان لو في حاجات انت مش عارفها الجهاز المصري بيساعدك فيها. يعني ما فيهاش حاجه لما تاخد رايهم. طب اقول لك معلومه كابتن جمال بالمناسبه، يعني مين كان احسن لاعب في المباراه الماضيه؟ هو صلاح اللي خد مان اوف ذا ماتش. بس كان مين احسن؟ انا شايف ان كان في السوليه يعني، وكان في وعمر كمان عبد الرحمن. عمر كبيره يعني، هما الاثنين يجوا بعد. المعلومه ايه بقى؟ ان هو كان هيبدا المباراه دي بمحمد عبد المنعم كمان. نيجيريا نزل مكان اقناع واستماته من الكابتن ضياء السيد. عمر كمال اللي هو كان يعني في راي ناس كتير كان احسن لاعب يعني، طبعا مع محمد صلاح اللي سجل هذا. وعمر لعب، انا اقصد بس ان هو تقريبا زي ما انت قلت هو ما مش مقتنع بالجهاز المصري، بس تقريبا بقى عنده شويه مرونه يعني. طب انا يعني هنسال بعض في في الجزئيه دي تحديدا، كلنا بقى نرد على السؤال. دلوقتي انت واخد اكرم اللي هو ربنا يشفيه طبعا يا رب ويرجع بالسلامه، انت واخد اكرم رقم واحد كباك رايت، وواخد عمر كمال رقم اثنين الباك رايت، تمام كده صح؟ دي في الاختيارات بتاعته. لما رقم واحد بيتعور الطبيعي ايه اللي بيحصل؟ رقم اثنين بتروح لرقم اثنين صح. فانت جبت واحد سيرد باك رحت محطه باك رايت، طب حضرتك مش واثق في عمر كمال، ما ده يعني صح ولا غلط؟ طبعا. طب حضرتك خدته ليه من الاول؟ ايوه يعني الاختيار بقى كان ليه من الاول؟ صح. ما هو دلوقتي يعني صعب قوي الاختيارات فيها علامات استفهام كبيره جدا. انت واخد باكين رايت، هم اصلا مش باكين رايت، واخد باك ليفت واحد اللي هو فتوح، ايمن اشرف ما بيلعبش باك ليفت لو انت بتتكلم في الباك ليفت، واخد واحد بس وهو اتعور، فانت رحت لايمن اشرف اللي هو المفروض انت واخده كسرد باك ويحل لك موقف ناحيه الشمال صح. فانت خلاص دلوقتي بقيت مضطر ان ايمن اشرف يلعب باك ليفت لان فتوح متعور صح. حاجات كتيره قوي في الاختيارات مش مقنعه، وانت لو انت مش مقتنع بلعيب معين او مش واثق فيه طب تختاروا ليه من الاول؟ ايوه اصل احنا ممكن ما نبقاش مقتنعين يعني، احنا بنتفرج من مش مقتنعين لكن لو انت اللي مش مقتنع وانت اللي انت اللي مختاره طب يعني ازاي؟ ما اعرفش. طبعا انا معاك. طيب يبدو ان البطوله كده كلها كابتن هشام غريبه وبصراحه برضو اكتر ضعيفه يعني، المباريات كلها مش كبيره والمنتخبات الكبيره مش كبيره يعني في حاجه، فاحنا ما احنا في النص بس الا منتخب واحد انا شايفه في وجهه نظري فنيا بيعلى وبيزداد كل مره عن الثانيه وهو اصلا منتخب قوي. انا شايف فنيا المغرب اعلى منتخب لغايه دلوقتي فنيا يعني الجزائر بشخصيتها المفروض ان هو منتخب مرشح رقم واحد. يجي بعديه السنغال، يجي بعد كده المغرب، يجي بعد كده نيجيريا اللي هو الناس اللي احنا هنقع معاها في التصفيات. الكاميرا عشان صاحبه الارض والجمهور، لكن في النهايه تقدر تتغلب عليها، في فرق تقدر انت تتغلب عليها، وده اللي انا هرجع لك فيه. وجمال هو موجود ويتفق معايا او يختلف براحته، لكن ما عجبنيش تصريح امبارح كريوش ان هو بيقول لك ان ما فيش فرقه سهله، والناس اللي فاهم ما بتفهمش في الكوره يقول لك ان احنا اصل في فرقه سهله. لا انا باكد الكلام ده تاني عشان امبارح كنت مع سيف وبتكلم في النقطه دي ان هو لا في فرق سهله يا كريم بالنسبه لنا احنا. لا وبالنسبه لنا احنا بالنسبه لنا احنا امكانياتنا طبعا في فرق بالنسبه لنا سهله. هو الدوري المصري كله صعب؟ هو الدوري المصري كله اهلي وزمالك؟ لا بس طب ممكن اقول حاجه اتناقش معاك فيها يعني، ممكن يكون قاصد انه ما فيش مواجهة سهله. ما فيش فعلا مواجهة سهله؟ في مواجهة سهله. طب ما غينيا الاستوائيه النهارده كسبت الجزائر ماشي ممكن صدفه يعني، ممكن على الورق تبقى سهله يعني، بس الواقع بيقول كده فين يعني. هو المقصود انه مش سهله ان انا ما انزلش وما العبش وهكسب. لا لا طبعا. بس في منتخبات في المتناول لازم اكسبها، لازم اكسب غينيا بيساو، لازم اكسب السودان، لازم يعني ده طبيعي. ده طبيعي يعني انت النهارده كسبان يا كابتن جمال السودان في الكاس العرب 5-1 صح. طب انت لما تلعب ماتش رسمي ممكن تعمل ايه؟ ده ممكن السودان تخرجك. ده عندهم نقصان اكتر كمان من البطوله العربيه. ايوه يعني انا بقول لك ناقص اكتر من البطوله العربيه كمان. طيب لو انت النهارده حطيت سيناريو، ما هدي كوره بقى مش انت بتقول كوره مفيش مباراه سهله. طب السودان لو كسبك النهارده مين اللي يدخل؟ لا انت كده بره غالبا اهو انت قلت يعني دي كوره فرصتك صعبه بقى تاخد ثالث يعني. وده غلط لان انت حسابيا مع احترامي طبعا السودان شقيق وبلد شقيق واخوات وكل حاجه، بس انت بتتكلم كوره. كوره في ست فرق مضاعفه للمجاميع كلها. اثيوبيا مع احترامي ليها، السودان، غينيا جزر القمر، موريتانيا مع احترامي، ست فرق. يعني هي المفروض احنا 24 هتنقص منهم 6 يبقوا كام؟ 18. ما هي اللي يعني هم اللي زادوا البطوله الاقوى يعني. لكن في النهايه لا لازم يبقى عارف كويس قوي ان انت حتى في الدوري الانجليزي وانت بتتفرج الدوري الانجليزي لو اقوى دوري في العالم لا في فرق سهله. ده طبيعي في اي حته. فهو بس ممكن هو واخد الموضوع لا هو واخد الموضوع ان هو ايه
عنده وخلاص مع الناس اللي هو انا صح، ومهما تقعدوا تتكلموا وانتوا مين اصلا عشان تتكلموا، احنا هنا اللي بنفكر واحنا اللي عارفين احنا بنشتغل ازاي. وهو قال ان الناس دي ما بتفهمش، قال لك اللي مش هيفهم هيقول لك ان فرقه سهله. طب يعني هو مصر كلها ما بتفهمش؟ لا هي مش مصر كلها كمان، هو المجلات الانجليزيه والجرايد الانجليزيه قالت ايه؟ ما قالت نفس الكلام اللي احنا بنقوله، انه طريقه اللعب غلط، وانت بتلعب محمد صلاح في حته غلط. طب هم دول كمان ما بيفهموش؟ فلا هي مش دي القصه، هي قصه ان في مباريات مش مباراه سهله زي ما انا قلت لك انه هنزل اقف في الملعب كده وهنكسب. لا بس في مباريات مصر لازم تكسب، وانا بلعب غينيا بيساو لازم اكسب، وانا بلعب السودان مع احترامي طبعا للفرق دي لازم اكسب. وبعدين فكره ان هو برده دايما يروح رايح لحته اصل احنا مركزين في الماتشين بتوع كاس العالم. طب ما حضرتك ما انت ممكن تلعب نيجيريا في الماتشين بتوع كاس العالم دول. ده بالمناسبه نيجيريا هي ده اللي هي اضعف نسخه اللي احنا نفسنا نفسنا يعني ده اضعف نسخه لنيجيريا اللي هي دي اللي هي اللي كسبتنا. وهم كمان ناقصين 3 4 لعيبه وانت مش ناوي نجم المباراه. صح. طب ما حضرتك ما هي طب ما هي تجربه عمليه اهي. عندهم لعيب اسمه اوسمن يا كابتن جمال بيلعب في نابولي. يا نهار ابيض لو كان في ثلاثه لعيبه متهيألي في ثلاثه مش موجودين. هو اجاله مش موجود، اجاله اوسمن مش موجود. طب ما حضرتك اهو ما دي تجربه اهي للمباراتين اللي انت بتقول انا مركز فيهم، ودول الفرقه اللي انت هتلعب بيها لان هم دول كلهم اللي معاك. صح. اكيد مش هتاخد حد تاني يعني. وهيبقوا معاك دلوقتي فتره اطول من الفتره اللي قبل المباراتين بتوع كاس العالم. فما احنا مش شايفين المردود ده، ما هو ده اللي هيبقى. صح. نفس القصه في المباراتين. انت تقدر تقول لي تصفيات كاس العالم، نيجي تصفيات كاس العالم نخرج وبعدين حضرتك هتقول لي سلام عليكم احنا ممكن نمشي معاك نضحي بكاس الامم الافريقيه يعني. ماشي يعني فرضا يعني غلط. طبعا بس غلط يعني بس هنقول فرضا ضحينا بكاس الامم الافريقيه يعني. هم الماتشين دول احنا كده ضامنين ان احنا نصعدوا؟ لا طبعا. انا قلت كده طبعا لا الماتش التاني هيبقى بره كمان يعني. انت معلش مع احترامي لما تلعب في مصر غير لما تلعب بره بقى، وماتش حياه وموت بالنسبه للفرقه اللي هتلعبها يعني. تخيل لو انت وقعت، سيبك من نيجيريا ممكن ايه هقول لك الامور ممكن تبقى سهله هنا وهنا. فين يا هشام سهله فين؟ هقول بس ممكن خليني خدني معاها. ما هي ما طلعتش سهله اهي. المغرب وتونس والسنغال يعني برضو يعني اقصد ان احنا بنعرف نلعب مع الافارقه اكتر ما بنلعب مع الفرق اللي هي الشمال. مع العلم ان احنا اصلا اتغلبنا اهو وعدينا. ما هو ده اللي انا بقوله، ما بقاش فيه بقى يعني. ما هو لا بس لما يبقى مباراه فاصله انت ممكن يبقى ليك شكل، لكن بنتكلم على الجزائر تونس المغرب لا. ما هو انا هشام برضه ما انا ممكن يبقى لي شكل بس حضرتك نلعب صح. ايوه ماشي صح. ما هو انت ملخبط لي الملعب وبعدين عايزني يبقى ليا شكل. طب ازاي يعني محمد صلاح بيلعب 60 مباراه في الموسم ناحيه اليمين مع ليفربول؟ هل المنافسين مش عارفين ان هم هينزلوا يلاقوا محمد صلاح ناحيه اليمين وساديو ماني ناحيه الشمال؟ صح ولا غلط؟ مش العالم كله عارف كده؟ مش هتضحك عليهم يعني. مش عامل تمويه. لا ومش لو محمد صلاح لعب على الجناح كده وفي رقابه عليه فخلاص مش عارف يلعب. بالظبط. وبيلعب وبيبقى هداف الدوري الانجليزي 3 سنين ورا بعض في نفس المكان، احسن من احسن 3 لعيبه في العالم. صح. في نفس المكان. ف ايه الاختراع ان انا اروح مدخله راس حربه يعني؟ فين المفاجاه؟ صح. انت بتفاجئ محمد صلاح نفسه مش بتفاجئ المنافس. صحيح. ففي حاجات لا في حاجات كتير مش مقنعه بصراحه. طيب يعني عايز اقول برده جزئيه لتاريخ بقى كيروش نفسه ان هو بيعمل كده في كل الفرق اللي بيمسكها يعني. لو بصينا لتاريخ كيروش القديم هو كل منتخب او كل نادي بيحاول يغير طريقه اللعب، بيحاول يغير اماكن اللعيبه. ف يعني مش قادر افهم ايه وجهه النظر في كده. بس برضو جت في دماغي نقطه ما اعرفش دي برضو صح ولا غلط. كيروش اصلا كان حارس مرمى احنا كلنا عارفين. فهل ممكن الفكر ده يعني يعني ممكن يبقى مأثر معاه لغايه دلوقتي؟ بس هو ايه اللي يخلي حارس مرمى ما يعرفش يدرب يعني برضه؟ هو بص دي انا في عيني هو بيعرف يدرب. ما يعرفش يدرب. لا هو بيعرف يدرب مش مختلفين طبعا. كلوش مدرب كبير بس على السنس. بس ايه اللي يخليه؟ ايوه هو ده قصدي. السنس نفسه وانت بتوجه جمال حمزه وهو بيلعب راس حربه غير لما توجه حارس مرمى وانت عارف قدرات الحارس مرمى وانا ده مكاني. يعني انا كهشام لما اجي النهارده انا بلعب نص ملعب ومهاجم فببقى عارف الشكل الهجومي عامل ازاي. لما اجي اقول لباك رايت فاهم او سيرد باك اعمل ايه عندي عديت عليها. بس برضو مش لما تجيب واحد فاهم في الحته دي بشكل كويس قوي امتى ادخل يعني. هقول حاجه امبارح الجون الحمد لله اللي ما دخلش فينا الحمد لله. طيب لا هو دخل طريقه الوقفه نفسها بتاعت عمر كمال كانت غلط. طريقه الوقفه الدفاعيه بتاعت عمر كمال كانت غلط ان هو ساب له المساحه ان هو يخش لجوه. ما وقفش قدامه يقفل كده. هو لازم يقفل هو زي ما جمال قال ده اي يعني هو ممكن يكون اتلخبط فراح الولاد وقف على الكوره. هو اصلا على فكره ما كانش هيرقص عمر. هو وقف على الكوره بيرفع راسه عشان عايز يلعبها الكوره تولد سنه. هو عمل بايده كده ورجله فعشان كده راح مرقص
هو ده اللي ساعده انه راح مرقص وراح رايح جاب الجول، لانه هو اصلا كمان مش باك رايت، مش باك بالظبط. ما هي دي يعني واجبات البوزيشن ده او التمركزات بتاعته مش موجوده عند عمر كمان. طب بلاش عمر كمان. محمد عبد المنعم لما لعب في المكان ده كان عنده مأساة، يبقى كان عنده مأساة. يبقى هي الكابتن جمال بيتكلم عليه اللي هو السنس مع كيروش ان هو كان مدرب حراس مرمى او هو كلاعب حارس مرمى، اكيد في حاجات هتقع منه يعني. الوقفه التغييره، هل بقى هو عشان بيشقلب الدنيا عشان كده لسه طب الدنيا في الماتش الثاني ماتش غينيا بيساو ما كانتش متشقلبه 4-2-3-1 كل واحد في مكانه والامور المفروض يعني كشكل. احنا انا ارتحت، انا حتى قلت ايه المكسب بتاع المباراه دي ان كروش ما عملش تاليف على الاقل في الاول، بس بدا غلط برضه. بدانا غلط برضه، كان المفروض يبدا ازاي طبعًا. بقى بص هقول لك بامانه، احنا بنتكلم للصالح والله مش لاي حاجه تانية يعني. عبد الله السعيد احسن لاعب في مصر اللي انا بحبه ولاعيب كوره اكيد جمال مش هيتفق مش هيختلف معايا، كلنا بنختلف كلنا. عبد الله وهو صغير ما كانش بيلعب في جيل اللي هو فيه بوتريكا وبركاته يعني، ما لحقش الجيل ده ان هو يلعب وهو في عز تالقه ما لعبش مع الناس دي كويس. طب النهارده عبد الله عنده 36 سنه، فبتلعبه في التوقيت ده وبيبدا اساسي في ظروف صعبه بقاله فتره ما بيلعبش مع المنتخب، احنا شفناه في كاس العرب مكان معانا غير مكانه ومكان غير مكانه كمان. فانت النهارده يبقى انت كده النهارده برضو في حاجه مش فاهمين. يمكن عشان انت بدات غلط في ماتش نيجيريا فحبيت تجرب حد تاني. طب انا لو عايز اجرب حد تاني احط رمضان صبحي واحطه في عدلته مكان عمر مرموش مع احترامي، زيزو، واحط زيزو في نص الملعب مكان النني. النني يعني لعيب، ما اي حد ممكن يلعب بره، بس انك تطور ادائك ازاي وانك تشتغل على نفسك ازاي. مع احترامي النني بيلعب كل كره وينزل يستلم، وده موجود، انا مش بقول حاجه بالف، موجود ماتش نيجيريا وماتش الغينيا بينزل يستلم الكره جنب السرد باكين ويروح عامل ايده كده يبص للناس فين الناس، وروح مش لاقي حد روح ملعبها تاني طب انا استفدت ايه؟ تلعبها ورحت طب انا استفدت ايه انا عايز اتنقل من خط الدفاع لخط الهجوم، ايه اللي استفدته؟ مفيش. اي حد هينزل يقف في الحته دي يباصي بس الكوره من غير ما التحامات هتبقى سهل، هتبقى سهله مش صعبه. فعشان كده النهارده لما زيزو نزل لك بقى في ماتش نيجيريا وعمل لك فارق، لا كان لازم تبدا بزيزو. عايز تبدا بسوليه ما عنديش مشكله، ابدا بسوليه، بس الناحيه الثانيه حط زيزو وحمدي فتحي كمان. حمدي فتحي يعني حمدي فتحي في سته وسوليه وزيزو. ابدا كده، ورمضان صبحي قدام مصطفى محمد لو انت شايف ان مصطفى محمد ما ادالكش المردود اللي انت عايزه، ما تدي محمد شريف مر جربه في راس حرب شوف. الاثنين مش هيعملوا حاجه يا هشام، الاثنين مش هيعملوا حاجه. ليه؟ لان انت زي ما انت قلت كده، الثلاثه اللي في نص الملعب بيروحوا مباصين الكوره للثلاثه اللي قدام وخلاص، بس خلاص دورهم انتهى. ويبتدوا يتفرجوا عليهم وهيشوفوا الثلاثه دول في وسط سته سبعه هيعملوا ايه؟ طب ما مش هيعمل حاجه. يعني قول لي الكوره مثلا اللي جت لمصطفى محمد كويسه، الوحيده اللي جات له ممكن تكون الى حد ما مظبوطه شويه، اللعيبه بتبطل رجله جت في الارض. طب وده سؤال ليك، انه هو ممنوع ان زيزو ومصطفى محمد يلعبوا مع بعض؟ ما انا ما هو ده اللي احنا بنتكلم فيه. هي دي اللخبطه برضو اللي احنا بنتكلم فيها، ان مباراه نيجيريا لما نزلت زيزو ورمضان صبحي الى حد ما بقى لينا شكل من على الاطراف، وبعدين رحت مخرج الوحيد اللي المفروض الاثنين دول يشغلوه، فرحت مخرج مصطفى محمد، فما بقاش في حد غير عمر مرموش ومحمد صلاح واقفين هنا، وزيزو ورمضان صبحي كل واحد واقف هنا. طب لما هيعدي هيعمل ايه؟ يعني واحد هنا هيعدي زيزو، هنا هيعدي رمضان صبحي، هيعمل ايه؟ مش بيلاقي حد، فهيضطر ان هو يرجع تاني بالكوره. والماتش اللي فات برده نفس القصه، اول ما نزلت زيزو عشان يبتدي يشتغل رحت برده مخرج مصطفى محمد. طب خرجت مصطفى محمد صحيح، حط محمد شريف. يعني شايف واحد مش موفق او انت من وجهه نظرك انه ما بيأديش اللي انت عايزه، حط الفرود التاني. صح. انت بتروح مفاجأة مدخل عمر مرموش او محمد صلاح. في اماكن يعني معرفش اماكن غريبة جدا. النقطة المهمة لسه كابتن هشام بيتكلم فيها متفق معاه 100%، نص الملعب بتاعنا التلاتة اللي هما اللي بدأوا كل اللعب كله روتيني، احنا نلعب يعني لو فيش ابتكار احنا نلعب. ان انا اباصي الكرة واخد الكرة من هنا واباصيها للي جنبي، ما اي حد ممكن يعمل كده. احنا كل البطولات اللي كسبناها او اللي احنا البطولات اللي خدناها البطولات الافريقية، لو بصيت على نص الملعب بتاعنا هتلاقي ناس عندها امكانيات مختلفة. صح. يعني من 98 لما انت بتتكلم في كان بيلعب كابتن هاني رمزي وعبد الستار صبري وحازم امام ومحمد حسن عطار مصطفى، لعيبة عندها حلول ان انا اخد الكوره واروح للمنافس يعني. كل كوره عايز اخدها واروح بيها لقدام. صح. اللي بعد الاجيال اللي بعد كده كان فيها ابو تريكا، كان فيه زيدان،
في حسني عبد رب وحسام غالي محمد شوقي حمص، يعني في ناس كتير قوي هي دي اللي بتخليك كويس. ما انت كده بتوديني للنقطه المشهوره اللي هي بتاعه انه يا جماعه ما هو الجيل مش عظيم. ما هو بالظبط هو الجيل، هو فعلا الجيل مش حكايه مش عظيم. يبقى كيروش ما عندوش مش يعني مش هو المشكله، مش هو المشكله. انت المفروض تطلع بقى من اللي عندك ده افضل منتج. فلو هم مش قادرين يعملوا كده يبقى لازم اوجد حل ان اخليهم يعملوا كده. ما هو انا ما ينفعش ان انا يبقى احنا زي ما بنقول كده مش عارفين نهاجم واروح انا واقف مخلي ثلاثه بس اللي بيهاجموا والباقي كله واقف بيتفرج عليهم. بيبقى لينا شكل لما النني ساعات بيزق لقدام، لما السوليه بيزق لقدام. هو مين اللي عمل الجول؟ السوليه. هو ده اللي انا بتكلم فيه. المره الوحيده اللي السوليه جه فيها في المنطقه دي هي الشوط. خلي بالك يا كابتن واحده عشان الحته دي. هو اصلا هو طلع بقى قال لك ايه، ما انا بلعب ورا، انا هو اللي واقف ورا يعني، فقال لك اطلع واحده اعمل حاجه. لكن هو مش طبيعي ان هو هنا، لكن الطبيعي ان حمدي هو اللي بيدافع والسوليه هو اللي بيشتغل في الحته دي او زيزو. ده الطبيعي. ان ما بقاش سايب زي ما قلنا ثلاثه واقفين في نص الملعب عمالين يسلموا لبعض الكوره بالعرض او يباصي الكره اللي قدامه ويقف يتفرج. في نفس الوقت الثلاثه اللي قدام ما هم ممسوكين باربعه وخمسه، فلازم يبقى في زياده هجوميه عشان اقدر ان انا اجيب جول. يعني ما ينفعش برده حتى فكره ان مصطفى محمد لوحده جوه ال 18 مش هيعمل حاجه، لازم يبقى محمد صلاح مكمل، لازم لما هو هنا رمضان او تريزيجيه لازم يبقوا مكملين، لازم زيزو يخش لو هو اللي بيلعب في نص الملعب، السوليه لازم يبقى قافل معاه، باك بيبقى بيهاجم من الباكين. ما هي ده الطبيعي في العالم. طيب كله صح. الغريب بقى يا كابتن هشام، واحنا قاعدين بنتكلم الكلام ده كل يوم بنقعد نتكلم نفس الكلام، وكل المحللين الكبار والنجوم كره الكبار يتحدثون عن امور تسمعها منطقيه وطبيعيه، ولو حصلت هنقول مبسوطين وان شاء الله هنعمل اداء كويس. احنا جايبين مدير فني كبير، يعني حتى اللي بالسي في والاسم، يعني طبعاً انت معاك اكبر مدير فني جه مصر بشكل عام مع فرق او منتخبات، هو ازاي مش عارف الكلام ده؟ ما هو انا بقول لك ايه، هنرجع لكلامنا في الاول انك لازم تعتمد على الجهاز الفني المعاول المصري، لازم تعتمد عليه على الاقل في الاول. ثقة في الاول احنا ما بقيناش اول، ده لعب ماتشات تصفيات كاس عالم ولعب كاس عالم. انا عايز اقول حاجه، يعني الكلام ده يعني افهمه في اول مباراه. احنا كده بقى نعذر كابتن حسام البدري ان ما عملش الفتره دي كلها اللي هو خدها دلوقتي. ما لعبش كام ماتشات دي، كام ماتشات وديه، كام ماتشات رسميه اللي كملها بقى بعد كابتن حسام، لعب اربع ماتشات ولا ثلاث ماتشات وبعد كده كاس عرب. لا قبل كاس العرب كان في ماتش ليبيريا. لعبنا ماتش يعني انت لعب ماتشات كتير جدا ورحت بطوله معاك ناس كتير، هي دي كانت التجربه. تيجي من التجربه دي كلها تمشي ناس انت كنت بتلعبها اساسي وبتقنع بيها المشاهد وفي الاخر بره، ما دي برضو غريبه يا كريم. ايوه يعني انا بحاول اوصل، ما هو عشان ما كانش بيعتمد على الجهاز الفني، عارف بيعتمد مع الجهاز الفني. انا هعتمد على الجهاز الفني يعني طبعا مع كامل الاحترام ليهم، انا افهم انك تعتمد على الجهاز الفني المعاون لو انت لسه جاي، فلازم يسمع من الجهاز الفني عشان هو ما شافش حاجه، لكن ده هو شاف ولاعب وجرب. ده حتى الراجل عمر كمال عبد الواحد اللي قاعد يلعب بيه بالبطوله العربيه وجربه هو نفسه يجربه كتير، ما نزلوش كبديل بعد اكرم توفيق. هو اللي جربه يعني، ما حدش قال له عليه، ما حدش قال له خد عمر كمال عبد الواحد. لو ابتكر وقال وحط زيزو هقول لك لا الراجل ده بيفكر. مفهومه ماشي، زيزو يعرف يلعب في الحته ديت ويكمل وبتاع، ما اقول لك ماشي. لكن انت بتحط سرد باك ليه؟ طب محمد عبد المنعم كويس وكل حاجه ماشي، بس انت ليه بتحمله ان هو يبقى في المكان ده؟ ده الجبهه دي كانت مخترقه من هو ممكن ده بطريقه. ما هي دي الفكره بقى، ان هو ممكن يكون فكر فيها لعبه بلاي ستيشن، ان انت عندك دلوقتي جبهه قويه جدا سريعه جدا لنيجيريا، فانا اقفل بيها محمد عبد المنعم فكده اتقفلت مش عايز منه ادوار هجوميه، فهو اللي عمل الادوار الدفاعيه والهدف طب عشان دي كوره يعني، عشان الوقفه الغلط كمان. بص كابتن جمال، بتفرق الوقفه. كابتن جمال عايز تقول حاجه؟ لا هي ما هو اصل هي مقنعه لو انت بتتكلم في قصه ان انا بلاعب اكرم توفيق باك رايت عشان يبقى بيدافع عشان قدامه محمد صلاح. ممكن ما يدافعش، انت ما حطيتش محمد صلاح اصلا في المكان ده. وفي الاهم بقى بعد اذنك، يعني انت دخلت محمد عبد المنعم عشان يقف يقفل الجبهه دي عشان محمد صلاح ما بيدافعش كويس. فمحمد صلاح اصلا ما كانش بيلعب في اليمين، هو كان بيلعب بالظبط. دي نقطه مهمه يا كابتن جمال، واكملها لك بقى. انت بتلعب 4 3 3 بالظبط، يعني انت اصلا موقف واحد من الثلاثه دول على اليمين عشان يبقى برضه بدل محمد صلاح ومصطفى محمد كمان بالظبط. فانت يعني لا انت في لخبطه يعني، احنا بنتكلم لو هو بالنسبه له يعني بالنسبه لمستر كيروش اللعيبه المصريين ممكن تبقى مغموره. يعني ممكن يغير اماكنهم يعني براحته، مش عارفه يعني ده الكلام الكابتن هشام بيقول يمكن هو مش عارفهم فبياخد جهاز المعاون. طب مش عارف محمد صلاح بيلعب فين؟ لا يعني اكيد يعني صح؟ اكيد لا ما ينفعش. لا ما اعرفش، هو هو فكر معين. ايه الحق؟ طب برضه يا كابتن جمال انا ما خدتش النتيجه من الكابتن هشام وعايز اخدها منك. ايه اللي يخليه يعمل هذا الكام؟ انا افهم
انه في مدير فني يبتكر في مركز يغير لاعب عشان عنده فكره معينه يغير خطه، لكنك تعمل اربع تغيرات كبيره في الفرقه سواء خطه او لاعبين او مراكز حاجه غريبه. هي دي طريقته، هو ده اللي انا قلته لك، ان بس لو كتير. لو كذا لو حاجه مش لو حاجه قرينا لو قريت السي في بتاعه تحديدا مثلا فتره البرتغال فتره البرتغال اللي هي كريستيانو ناني راح برضه ملاعب كريستيانو راس حربه صح وخل وخلى فيريرا اللي كان باك رايت راح ملاعبه باك ليفت وده باك ليفت فا والله ما كان بيلعبوا البرازيل ريال مدريد بيكام في النص وبيكام في النص وهالجيرا لما كان بيلعب سيرد باك فجاه راح ملاعبه رقم 6 في نص الملعب ف يعني ما اعرفش هي دي طريقته يعني هو بيبقى شايف حاجات في امكانيات اللعيبه دي وجهه نظره هو ماشي لما يشوف ان ده غلط يا جمال يرجع بقى للصح بس هي دي اللي احنا بنتكلم فيها اللي انا بقول لك برضو عارف يعني المدربين البرتغاليين هم عناديين جدا عناديين جدا انا اتمرنت وعارف انت اتمرنت وعارف جدا فدايما بيبقى عايز يبقى هو الصح وشايف ان هو فعلا الصح والناس كلها غلط بيبقى عايز يثبت ده حتى لو هو عارف انه ممكن يبقى غلط لا بيبقى عايز يثبت ان ده الصح المشكله في ايه ان زي ما حضرتك بتقول ان في محللين كتير لعيبه كوره كبار بيكلموا انتقادات كبيرة يعني بس في النهاية مش انتقادات انك تقطع عايز تمشي الراجل اللي مفيش وقت انت بتساند بس بتدي له نصيحة عشان ايه تكمل يعني لكن هو باصص للناس ان الناس بيقول لك بص كل استوديو فاتح بيتكلم عليا ازاي هو شاغل باله بالناس اللي بتتكلم عليه حتى ده وصل لعصام الحضري وصل بنتكلم عليها عشان انت دوية. وحش يا شيخ ايوه ما هي دي نقطة طب انت بقى لما تتغلب وتخرج الناس هتبقى عامله ازاي؟ احنا نعمل ايه؟ يعني انت لما تتغلب من كاس التصفيات كاس العالم وتخرج من البطوله دي حضرتك الصبح هتاخد التذكره وترجع بلدك خلاص زي الفل ايه اللي هيحصل بقى؟ احنا بقى يحصل يبقى احنا بنتكلم صح ولا بنتكلم غلط؟ ولا كنا بندي لك نصيحه؟ احنا بندي لك نصيحه واحنا عايزين حاجه مكانك يعني؟ يعني انا او جمال هنمسك مثلا عايزين مصر تكسب عايزين مصر لان احنا المفروض فرقه قويه ومعاه لعيبه لو هي مش اجمد حاجه في الاجيال اللي قبل كده بس تقدر تصنع منها حاجه لا وعلى الاقل دايما اقول انه يعني حتى لو ده مش اجمد جيل لمنتخب مصر تاريخيا ما هو اللي جنبك برضو مش اجمد جيل في تاريخ صح يعني بس خلي بالك لما كان رؤوس قريبه يعني. لما كان تونس والجزائر والمغرب وحشين السنين اللي فاتت دي كلها هم دلوقتي كويسين فهي فترات صح. انت ممكن تبقى كويس فترات من تعدت 3 سنين 3 مواسم او ثلاث فترات بطولات. يعني بطولات 6 و8 و10 انت محتل القاره الافريقيه كلها صح فهو ممكن يبقى ده مش جيلك بس اوظفهم صح هو معلش مع احترامي يعني انت اتفرجت على ماتش بوركينا فاسو مع الجزائر في الجزائر اتفرجت على بوركينا مع الراس الاخضر بيلعبوا كوره طب غينيا نفسها اللي هي انت مش عارف تكسبها مش عارف تكسبها غير بصعوبه لعبت عليك كوره وهي اصلا مش عايزه تهاجم غينيا الاستوائيه عملت ماتش حلو قدام الجزائر كوره ومهارات يعني انت لازم النهارده ترهب الناس انك عندك شخصيه انك شخصيتك دي انا لا انا برضو منتخب مصر ومش بنتكلم في نتائج كمان على فكره يعني لو المنتخب لعب كويس طبعا ولعب صح وتغلب وتغلب خلاص كلنا هنسقف على فكره وهنقول الراجل فعلا لا انت عملت اللي عليك فكرة. وهو ده المتاح وهو ده فعلا اللعيبه طلعت كل اللي عندها والراجل بيلعب بطريقه كويسه وبنهاجم بندافع بنعمل كل حاجه واتغلبنا خلاص الفرقه اللي قدامنا مثلا كانت موفقه الفرقه اللي قدامنا اقوى مننا ده طبيعي الجزائر لحد دلوقتي واخده نقطه واحده في ممكن يخرجوا وتبص على بتبص على تويتر جماهير الجزائر بتسان ومشجعه وشايف ان فريقها عملت اللي عليها والجزائر فعلا ضيعت فرص كتير الماتش ده والماتش اللي فات وجابوا جون هم ماسكين الكره على طول وهم على طول اللي بيهاجموا صح. في الماتشين على فكره مضيعين اجوان كتيره جدا ومفيش توفيق صح. فخلاص انت بتبقى حاسس او بتبقى شايف عملت اللي عليها وخلاص ممكن يكون في اخطاء وده وارد وده طبيعي جدا طبعا وفي نقطة مهمة جدا مش عايزين نقارن بين البطولة وهي في الكاميرون والبطولة وهي في مصر الأجواء والملاعب والرطوبة والجو كل الحاجات دي مختلفة حتى لما كانت في كانت حاجة مختلفة مختلفة عن مصر اللعيبة دي كلها بتلعب في أوروبا بالظبط فانه متعود على نسبة أكسجين معينة موجودة في أوروبا لا وجودة ملاعب معينة وكرة معينة دي أهم حاجة كمان الأكسجين والملعب طبعا فلما بيروح اللي يرجع لافريقيا لا الموضوع بيبقى صعب بالنسبه صحيح. لهم مش سهل يعني. صحيح لسه مكملين مع حضراتكم هذا الحوار الممتع جدا كالعاده مع الكباتن الكبار كابتن هشام حنفي كابتن جمال حمزه بعد هذا الفاصل نواصل ان شاء الله يا اهلا بحضراتكم لسه مكملين هذا الحوار الممتع مع الكباتن الكبار كابتن هشام حنفي كابتن جمال حمزه طيب
المباراة اللي جاية مباراة السودان يا كابتن هشام، نلعب ازاي؟ التشكيلة عاملة ازاي؟ طريقة اللعب عاملة ازاي؟ اللعيبة اللي ما كانتش موفقة المباريات الماضية فانت المفروض تعوضها في مباراة السودان اللي المفروض تكسبها طبعا، بس كمان محتاج تشوف فيها فرقة نقول عليها انها تقدر تكمل وتنافس على البطولة. طب انا ممكن اقول لك حاجة ممكن من وجهة نظري يعني ما اعرفش يعني. هو انا ليه مصمم ان العب 4-3-3 وفي مصر ما حدش بيلعبها؟ هي فترات من الزمن يعني 4-3-3 رجعت في اوروبا تاني كلها. ولما احنا كنا بنلعبها زمان هي خلاص لعبنا احنا 3-5-2 بعد كده 4-4-2 بعد كده رجعنا تاني 3-5-2 مع مانويل جوزيه والجيل اللي هو كسب 6 و7 6 و8 و10 لعبنا بيها. والنهارده مصر كلها بقى لها اكتر من 4-5 سنين بتلعب 4-2-3-1 او 4-3-2-1 تمام، دي على حسب القدرات الفرقه اللي انت بتلعبها. طيب انا النهارده ليه في منتخب مصر ملعبش برضو اقرب الطريقه دي شويه ان انا وهتتقلب من النواحي الهجوميه بنفس الشكل بس ان انا العب 4-4-2 هو بيعملها شويه تاني ده 4-4-2 ازاي؟ هقول لك هرسمها لك مش ان 4-4-2 صريح الاربعه ورا خلاص اللي واقف عليه اربعه في نص الملعب لا الاربعه الدفاع دلوقتي ما بقى في محمود علاء او محمد عبد الغني مكان الونش ماشي لا انا اقصد يعني اقصد انا سوري مش بتكلم محمد عبد المنعم انا مش بتكلم مين اللي يلعب دلوقتي انا بكلمك على 4 في نص الملعب يعني انا النهارده لو في نص الملعب مثلا سي يعني عملت مثلا حمدي فتحي والسوليه زيزو والناحيه الثانيه رمضان صبحي تمام مثلا مثلا يعني خلاص صلاح تحت مصطفى محمد الشكل ده لما تيجي تهاجم هيبقى عندك اتنين في قلب الملعب بس هيبقى عندك طرف زيزو يروح هنا او صلاح اللي يروح هنا وزيزو يطلع لقدام والناحيه الثانيه رمضان صبحي بيروح على عدلته اللي هو بيروح ويرقص ويقف ويعادل ويخش لجوه صح هي نفس الطريقه لو انت لقيتها شكلا هجوميا هتلاقيها 4-3-3 لكن انت على الورق انك تعرف ليه انا عايز العب كوره في لعيبه في نص الملعب تنقل لي لقدام تنقل لي لقدام عندها حلول لقدام بالظبط عندي عدد زياده امسك الكره كتير يا كريم احنا الكره طب هقول لك ماتش نيجيريا كان 3 باصات بالكتير اقصى حاجه بالنسبه لك كانت 3 باصات ايه كنت تقطع غينيا بيساو نفسها كان السكند بول هم اللي بياخدوه صحيح طب ما بنقلش 4-5 باصات يعني ما برش بالكره من ناحيه اليمين ترجع تاني نص الملعب العبها لكابتن جمال جنبي العبها جمال يلعبها لايمن اشرف ايمن اشرف يلعبها يعني ما كانش عندنا التدوير ده وفي الاخر اروح لاعب كره طوليه مثلا لصلاح لمصطفى محمد اروح بعت واحده لعمر كمان عمل اوفر لاب وراح رايح وعمل اوفر لمصطفى محمد صحيح. انت الشكل ده كله انت مش موجود بيه صحيح طب ما انا ممكن العب كده صح والله كلام محترم والله العظيم يعني تعال سهله تعالى نكمل مع كابتن يمكن نكمل مع كابتن جمال طريقه ثانيه اقترحها عليه يعني طبعا طب كابتن جمال ما لعبش ليه بثلاثه بما ان ما بقاش فيه فتوح ما بقاش فيه اكرم وايمن مش مركزه وعمر كمان مش مركزه طب ما العب بثلاث مساكين والعب حتى بالوينج باكس دول جناحات من اللي عندنا كتير بتبقى طريقه برضو حسب الامكانيات اللي موجوده عندنا دلوقتي صح يعني لو انت متمرن عليها ما هي دي مشكله انت ما لعبتش فيها ولا ماتش ولا ماتش ودي ولا ماتش في كاس العرب ولا اي حاجه خالص لعبت بالطريقه دي فصعب ان انا فجاه اروح عامل الطريقه دي في مباراه هتبقى صعبه جدا يعني كده كده بيعمل كل حاجه في كل مباراه يعني بجملت ايوه يعني بجملت يمكن هو ممكن يعملها على فكره يمكن دي توفق يعني ممكن والله ممكن يعملها يعني ما تستبعدش بس ايه المشكله في ايه المشكله مش في التوزيع يعني مش في توزيع اللعيبه لان هي في الاخر كلها هتلاقي في مجموعه بتقوم بالادوار الدفاعيه وفي مجموعه بتقوم بالادوار الهجوميه العدد سواء هنا او هنا لازم هتلاقي في عدد ناس بتدافع وعدد ناس بتهاجم مش هي دي الرسمه في الملعب مش هي دي المشكله المشكله في امكانيات اللعيبه اللي انا بحطها يعني انا ممكن احط 3 لعيبه في نص الملعب 3 يدافعوا بس وما يهاجموش وممكن احط 3 لعيبه برضو نفس الرسمه 3 لعيبه اسامي تانية يهاجموا بس ما يدافعوش فهي دي هي دي انا عايز ايه من المباراه وامكانيات اللاعب ده لازم انا ابقى عارفها ما ينفعش لسه ببتدي اكتشف اللاعب دلوقتي هل هو هيقدر يلعب ولا لا يعني انا شايف انه مدي فرصه زياده قوي لعمر مرموش مثلا يعني بقاله ماتشين لا مش كويس حتى لو مفيش مساعده ما انت اللي مخلي الثلاثه اللي قدام زي ما قلت لك مش كويسين عمرهم ما يقدروا يلعبوا لوحدهم لازم العب الكوره واتحرك عشان الراجل اللي معاه الكوره ده ببقى فجاه بتروح الكوره سواء ناحيه اليمين او ناحيه الشمال بيبقى قدامه اختيار واحد بس اللي هو الراجل اللي هو اللي قدامه لو مرموش او الناحيه دي محمد صلاح او في القلب مصطفى محمد بس هو ده الاختيار الوحيد اللي عنده قدام وما ينفعش في كره القدم فرقه بتعمل كده اللي بيتكلم فيها كابتن هشام لو انا بتكلم على فكره الاستحواذ
لازم الراجل اللي معاه الكوره يبقى قدامه ثلاث اختيارات كمان مش اثنين. لازم يبقى قدامه اختيار بالعرض وقدامه اختيارين قدام صح الطرف والراجل المفروض اللي هو رقم 10 والراجل اللي هو اللي في نص الملعب اللي جنبه. يبقى انا عندي ثلاثه بيتحركوا لو هما بيغيروا اماكنهم لازم العب الكوره الراجل لواحد منهم الاختيار بقى اللي انا شايفه صح كامكانياتي انا وكرؤيتي انا. انما ما ينفعش الاثنين دول واحد واقف هنا وواحد واقف هنا وانا معايا الكوره هنا وده الاختيار الوحيد اللي قدامي. ما انا لازم هلعب له الكوره والناس كلها عارفه ان انا هلعب الكوره للراجل ده فعشان كده بتتقطع منه. هي دي مشكلتنا لان انا حاطط الناس اللي في وسط الملعب ما عندهمش الامكانيه ان انا اتحرك لقدام عشان اخد الكوره. ما عندهمش امكانيه ولا دي تعليمات؟ لا هي امكانياتهم مش كده. يعني امكانيات عبد الله السعيد لازم هياخد الكوره في رجله مش زي زيزو عايز يتحرك وتلعب له الكوره مش زي رمضان صبحي هيتحرك وتلعب له الكوره. المباراه اللي فاتت شفت عبد الله السعيد اتحط في موقف فيه سباق سرعه صعب يعني الموقف صعب. الموقف ده اصلا ما ينفعش صعب صعب عبد الله السعيد في السن ده لازم يبقى متواجد ان الراجل عنده خبرات بس لازم استفيد بيه في مكانه وفي جزء من المباراه. ما ينفعش ان انا لعبه من بدايه المباراه وفي مكان مش في مكانه طالب منه ادوار ما يقدرش ان هو يعملها في السن ده. فهي دي برضو فكره ان انا لازم ابقى عارف امكانيات اللعيبه وهي دي فكره ان انت ما بتسمعش للجهاز المصري لان اكيد مليون في الميه واحنا مغمضين كده الجهاز المصري مش موافق على كل اللي بيحصل ده او 80 90% منه اكيد مش موافقين عليه. فما انا لازم اخد رايهم او استشيرهم وبعدين لازم اجربهم. يعني لازم اجرب رايهم بالظبط. هل رايهم ده فعلا طلع صح خلاص يبقى الراجل ده فعلا زي القصه بتاعت عمر كمال الماتش اللي فات بالظبط ما كانش رايه بالظبط. فاتمنى ان هو بقى يعني يسمع شويه للكابتن ضياء الكابتن شوقي والكابتن عصام الحضري الناس عندها خبرات كبيره جدا. صحيح. طيب كابتن هشام في برضو اتهام او هجوم او انتقاد للاعبين يقول لك طيب احنا كلنا رايحين على كيروش هما اللاعبين برضو مش المفروض يلعبوا بحماس وبروح ويأدوا كل مستواهم والكلام ده كله احنا مش حاسين بالروح دي في الملعب احنا حاسين لعيبه مش فارق معاه. طب حلو السؤال ده اقول لك ليه لان انا كنت هربطه بحاجه انا كنت هقولها عظيم. بس كويس انت قلت السؤال ده. طب هو ليه الوحيد اللي بيعمل الشكل الكويس في المباريات دي كلها يعني عشان شفنا امبارح بس السوليه وصلاح وزيزو لما بينزل زيزو بيعمل المهام اللي هو بيعملها في نادي الزمالك متحرر وبيلعب لعبه وهو هو اللي انت يعني انت حاسس ان زيزو خلص النهارده مباراه نادي الزمالك فهو راح منتخب بيلعب نفس الاداء صح. ما حسيتش بفرق اللي انت بتقول عليه دلوقتي الاتهام ليه هو زيزو لما نزل امبارح لعب مكان مين مش مصطفى محمد يعني المفروض يلعب طرف صح. لا زيزو كان جوه بدليل انه في كره اتلعبت له بالعرضه حطيتها جوه وهو في 6 يارده حطها في العرضه حطها حلو قوي ورايح وشايف الكره هتبقى فين ورقص كام كره من نص الملعب وراح مطلع عمر كمال يبقى مش هو اللي بيلعب على الطرف يبقى دي قدرات فنيه اللاعب يبقى ده لاعب النهارده هو اللي عارف وبيبتكر لنفسه وصلاح مفضيله لان صلاح كان ساعتها هو اللي بيلعب راس حربه لو فاكر صح. وهو المفروض ان هو يبقى مكان زيزو مكان مصطفى محمد يعني المفروض ان هو يبقى قافل الجنب اليمين لا ده كان مخلي عمر كمان لعب واحد اشتغل كمان اكتر لان هو دخل لجوه وطلعه دخل لجوه وطلعه ولما بيطلعه بروح له قاطع على جوه مكان مصطفى محمد اللي هو راس حربه وبدليل ان جات له كوره عملها ببطن رجله جوه يبقى دي النهارده اللاعب لو هو حاسس ان كمان النهارده انت المدير الفني مش مديلك يعني حريه اكتر انت لازم تبتكر في الملعب هو احنا ليه شايفين زيزو كويس يعني احنا كل مصر مش شايفه ان زيزو كويس ولا شايفاه وحش لا كويس طبعا صح يبقى عندنا رؤيه النهارده ان احنا بنشوف صح صح طب هو زيزو ليه اشمعنى هو اللي بيشتغل على نفسه اشمعنى هو يبقى اكيد هو بينزل عارف هو عايز يعمل ايه صحيح وبيجبر الراجل على حاجه وهو اللي بيحط الراجل في موقف يمكن عشان كده ما بيلعبوش مثلا من الاول يمكن عشان كده مثلا ان هو ما بيسمعش كلام ان هو مثلا تقف بقى ناحيه اليمين ولا هو عايز يحرجه انا مش والله مش عارف صحيح لان بصراحه فعلا زيزو احسن واحد في الحته ديت دلوقتي مزيد. يمكن حتى لما تريزيجيه وانا لما جيت حتى اتراهنت مع خالد الغندور مع الكابتن سيف ساهر والكلام ده من شهر وقلت له انا ان الراجل بفكر الراجل مش يعني انا حاسس من رؤيته لان انا اتمرنت مع جوزيه وعارف هم عناديين جدا هيبدا بتريزيجيه كل مصر قامت عليا مصر كلها قامت عليا طب مين اول ماتش لعب؟ هو تريزيجيه اللي لعب صح طب ده انا كنت قايله من شهر الحمد لله طب النهارده انت ليه بتعند؟ طب ما تريزيجيه لما نزل بقى خلاص مش حلو هو ليه انت خدت تريزيجيه في الاول ليه؟ عشان جاي مشتاق يا جمال من الكوره وعايز يلعب وما يعني عايز يعمل كل حاجه فاديله اول ماتش هو اول ماتش كان احسن من الشوط اللي نزل امبارح لما نزل امبارح في كوره كان هو سابق المدافع راح جابه وخد منه الريتم صح طيب تعالوا نروح ل
شويه صور كده عن اللاعبين المنتخب تختاروا منهم ونبدا بيه افضل لاعب في مباراه غينيا بيساو. الصور يا كابتن هشام، الصور يا كابتن جلال. كابتن هشام اتفضل. انا طبعا صلاح، لان في النهايه واحد جاب لك جول انت محتاجه من واحد زي صلاح. صح. فلما صلاح ياخد مان اوف ذا ماتش كمان ان هو احسن لاعب في المباراه وان هو عشان جايب جول هو صلاح عليه عبء كبير. فطبعا الاثنين كانوا كويسين جدا امبارح فعلا. الصور يعني الاثنين مع صلاح يعني كانوا كويسين جدا. السوليه عمل اسيست جامد جدا جدا. صح. وهايل في المباراه رغم ان هو جاي برده من اصابه من 22 ديسمبر ويلعب. وعمر كان هايل امبارح. رايك كابتن جمال افضل لاعب؟ عمر كمان. عمر كمان ابو لانه ده تعتبر بالنسبه له اول مباراه فاول بطوله رسميه بالنسبه له، بطوله افريقيا، مركز مش مركزه اتحط في موقف صعب جدا. صح. فبيلعب مكان كمان واحد يعني كان ماشي بشكل رائع اللي هو اكرم. فلا يعني اعتقد ان عمر ادى بشكل كويس. طيب اهلي لاعب في مباراه غينيا بيساو، الصور اللي بعدها يا جماعه. اقل انا بالنسبه لي النني. كابتن جمال والله يعني مش عايز اظلم برضو حد، لانه اقل لاعب في يعني احنا لما بنقول اقل لاعب في المباراه مش بنقول ان هو اقل لاعب بشكل عام، هو اقل لاعب في المباراه. بالنسبه لي كنت شايف ان مثلا عمر مرموش كان لازم يديني مردود افضل من كده، بس طريقه اللعب ظالمه. عبد الله السعيد مش في مكانه فبرضو طريقه اللعب ظالمه بالنسبه له. يعني بالنسبه لي ممكن يبقى النني لانه مكانه ويعني عايزين منه افضل من كده بكتير يعني. طيب الصورتين اللي جايين، الصورتين الاثنين مهاجمين، مين الافضل يبدا اساسي مع منتخب مصر المباراه اللي جايه؟ لازم محمد شريف ياخد فرصه. لازم يعني انت اديت مصطفى محمد مرتين وعايز اقول حاجه، مصطفى محمد امبارح كان كويس وطلعته وهو بدا يبقى كويس. فواضح ان انت مش مقتنع برضو بمصطفى محمد. ما هو ده انديكيشن ولا محمد شريف فهو اوريدي اصلا مقتنع بالاثنين. انا فاهم بس يعني. يبقى لازم تدي الفرصه لمحمد شريف عشان تحتاجه في اللي جاي يا كريم. انا مش بتكلم على دلوقتي، بتكلم في دور 16. يبقى انت هتلاعب فرق اقوى من كده بكتير. صح. ونوك اوت خلاص يعني. صح. مفيش هزار. مفيش مفيش بقى هطلع تاني ولا تالت ولا قابل مين ولا قابلش مين. والمره الجايه هبنزل فلان بالظبط. فانا رايي وجهه نظري يعني محمد شريف. يعني رايك كابتن مباراه السودان هيلعب الاثنين؟ هيلعب الاثنين اصلا. اوكي يلعب الاثنين. هيلعب شريف جناح. جناح ايه بقى؟ وارد. شمال. برافو. مصطفى محمد ومحمد صلاح ولا اعتقد انه لا اعتقد انه هيلعب محمد شريف اعتقد. طيب السؤال اللي بعد كده ليه لاعب شايفه المفروض يبدا اساسي مع منتخب مصر بعد كده؟ زيزو طبعا. زيزو لا خلاف يعني. مفيش خلاف يعني طبعا. طيب لاعب المفروض يطلع من التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر. لاعب عفوا كان المفروض يبقى موجود مع منتخب مصر. ثلاثة. بصراحة يعني. ثلاثة. يعني قفشة هيبقى دوره مهم جدا مكان عبد الله السعيد لو عبد الله السعيد مش كويس. المشكلة برضه هشام في قفشة. ما هو ده مش هيبقى مكانه برضه، مش هيعرف يعمل حاجة. على الأقل هيتحرك من دماغه زي زيزو. هيتحرك ويمسك كورة ويلعب ويلعب. دي حاجة تانية. إنما لو لعب لو هو. هيتظلم برضه. لكن انا بقول لك الثلاثه رفعت انت محتاجه على الطرف. فعلا محتاجه لان تريزيجيه لسه ما جهزش قوي. عندي رمضان صلاح لسه كويس. ما استخدمتوش. طب هنعمل ايه؟ ما هنعمل ايه يعني نقصد انا قصدي طب استخدم اللي عندك عشان طارق حامد. طارق حامد لازم يبقى ليه دور بصراحه يعني. كان لازم يبقى ليه دور. موضوع طارق حامد الثلاثه انا بقول الثلاثه. موضوع طارق حامد وقفشه فكره ان انا خايف او يعني مش عايز ابقى معايا نجوم عشان ممكن يبقوا قاعدين احتياطي، دي يعني مش شخصيه المدير الفني القويه. هو ايه اللي كان منجح مانويل جوزيه مع الاهلي؟ انه معاه 25 نجم. صح. وقادر ان هو يسيطر عليهم. هي دي الاداره بتاعت الكوره ودي شخصيه المدير الفني. لازم يبقى معايا اللعيبه كلها كويسه واللعيبه كلها نجوم، ولازم يبقى فيه اللعيبه متقبله ان دول ال11 اللي هيبداوا وانت ليك دور في جزء من المباراه او في ليج دور مش هتلعب المباراه دي اصلا. هو ده المدير الفني القوي. طيب كابتن هشام هسالك السؤال في الختام يعني التقليدي، انا عارف ان هو سؤال تقليدي يعني بس عشان نطمن شويه يعني، هو في مساحه للتفاؤل؟ في مساحه. في مساحه للتفاؤل؟ لان شخصيه اللعيبه وشخصيه منتخب مصر بتدي مسؤوليه كبيره جدا. فهتبان في المواقف اللي جايه. المواقف اللي جايه اصعب
واعتقد ان احنا لازم نبقى متفائلين شويه بغض النظر عن الراجل وفكره. انا كلعيبه بوجه رساله للعيبه، اللعيبه عليها دور كبير جدا وتحديدا اللعيبه الكبار، يعني قائد زي صلاح مهم جدا يبقى ليه دور بشكل كبير جدا، الشناوي، السولية، حجازي الونش، حتى الونش نفسه يعني النني طبعا برضو مهما كان لعيب كبير، لكن في النهايه لازم يبقى ليهم ادوار ولازم نتفائل ان لما بتحط في موقف صعب اعتقد بنبان شويه يعني. ان شاء الله. كابتن كبير كابتن هشام حرف، انا بشكرك شكرا جزيلا. انا اللي بشكرك والله يا كريم، ومبسوط دايما في الحوار معاك جدا، وببقى مبسوط اكتر كمان لما بيبقى جمال موجود يعني. جيمي الجميل كابتن الكبير كابتن جمال حمزه، انا بشكرك شكرا جزيلا، دايما بتشرفني وبتنورني. حبيبي ربنا يخليك. شكرا جزيلا. لسه مكملين مع حضراتكم ونروح لجانب اخر، جانب السوشيال ميديا. الناس بتقول ايه على السوشيال ميديا؟ غضبانه اكيد ومتضايقين وزعلانين زينا، وفي نفس الوقت برضو في بعض الناس اللي عندها امل وعندها رغبه ان شاء الله ان منتخبنا يفوز بكاس الامم الافريقيه. هنتكلم كتير عن كلام الناس على السوشيال ميديا، جميل الكره المصريه عن منتخب مصر، مع زميلتنا العزيزه دوما جهاد عرابي بعد هذا الفاصل. خليكم.